مشاهدي الاعزاء، مشاهدي برنامج مصر جميله، اهلا بحضراتكم. مصر جميله بيكم وبابنائها المخلصين في كل مكان. بالامس كان الاعلان عن الحاضر المصري القوي المتمثل في قاعده عسكريه هي الاكبر من نوعها في مصر وفي الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا، استجابه للتحديات الدوليه والمخاطر الاقليميه اللي احنا بنتعرض لها. ظهرت مصر في ابهى حللها، في الحله المموهه والكاكي، علشان نفاخر ونباهي بيها جميعا. جيشنا من اقوى الجيوش في المنطقه ومن اقوى جيوش في العالم. فعلا كنا فرحانين فرحه حقيقيه بمصر الحاضر اللي ادركت دورها وادركت ازاي ممكن تواجه العالم وتواجه المخاطر كلها. قاعده عسكريه حاجة جميلة، حاجة تفرح. كنا كلنا فرحانين جدا امبارح بهذه القاعدة اللي هتخدم المنطقة العربية كلها، واللي فعلا هتخدمنا احنا كمان في الحفاظ على حدودنا الغربية. حدودنا الغربية احنا قلقين عليها دائما من التسرب الارهابيين اليها، هتخدم كمان منطقة العالمين، منطقة الضبع النووية اللي احنا بنحلم بيها عشان ننقل مصر الامام. هي دي مصر، وده كان احلى احتفال بثورة يوليو. كل عام وحضراتكم طيبين وبخير، ولسه ثورة يوليو ولادها موجودين وبيكملوا المشوار، والمشوار ده تجلى في اهتمامنا بقدراتنا القتالية بالأمس ولسه مستمرين بإذن الله. الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب، احنا حاجة واحدة. الجيش ده قوامه من الشعب المصري، زي ما كان وزي ما الموضوع بدأ في ثورة يوليو، الحركة المباركة التف حولها الشعب المصري كله، مازال الجيش والشعب إيد واحدة ومازالوا بيحرصوا على سعادة وتقدم هذا الوطن. النهاردة هنحتفل مع حضراتكم في حلقة خاصة جدا بهذه المناسبة السعيدة، مرور 65 عام على ثورة يوليو المجيدة. الثورة اللي ما كانتش مجرد حركة إيجابية للجيش، لكن كانت ثورة شعبية بكل المقاييس. ما اقتصرتش على الداخل المصري وتغيير مظاهر الفساد اللي كانت موجودة في المجتمع، ولكنها أصبحت حجر زاوية لأي حركة تحرر في الإقليم كله، لأي حركة تحرر في إفريقيا وفي آسيا. دعمت حركات المقاومة، كانت داعمة لعدم الانحياز، كانت داعمة لعدم التدخل في أي أحلاف دولية. هي دي ثورة يوليو. يا ترى هي مستمرة؟ يا ترى كان ليها مراحل؟ بالتأكيد ليها مراحل وليها استمرار هنتعرف عليه من خلال الحلقة. لكن قبل ما نبتدي حلقتنا، خلونا نتذكر مع بعض بيان ثورة يوليو بصوت الراحل محمد أنور السادات، أحد الضباط الأحرار الأساسيين في هذه الثورة المباركة، واللي كان طبعا رئيس مصر في فترة سابقة. يلا بينا نسمع مع بعض بيان الثورة. أمي وطني، فازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. حضراتكم من جديد. بالأمس كمان الرئيس السيسي ذكر هذه المناسبة في خطابه أمام أبنائه من الكليات العسكرية اللي شرفتنا بتخرجها وبتقدم دفعة جديدة جاهزة للشهادة من أجل هذا الوطن. قال الرئيس السيسي في كلمته أمس احتفالا بهذه المناسبة: هذا اليوم الخالد من أيام مصر استرد فيه المصريون حكم بلادهم، وبدأوا بعده مسيرة طويلة وشاقة من الكفاح لتحقيق آمالهم في الاستقلال والحرية والتنمية. تجاوز تأثير الثورة نطاق مصر وألهمت الشعوب عبر العالم ليصبح التحرر الوطني حقيقة واقعة، ويصبح حق الشعوب في تقرير مصيرها أمرا مسلما به. دي كلمة الرئيس السيسي عن ثورة يوليو بالأمس. يا ترى ثورة يوليو أسبابها، عواملها، ظروفها، مراحلها إيه؟ ده اللي هنحاول نتعرف عليه النهاردة من خلال مجموعة ضيوفنا اللي احنا سعداء باستضافتهم النهاردة. هيكون معانا الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر جامعة عين شمس، وهيكلمنا عن الظروف والملابسات اللي قامت فيها ثورة يوليو والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللي أحدثتها في المجتمع المصري إبان قيمها. أيضا هيكون معانا الجانب الاجتماعي لهذه الثورة ممثلا في استضافتنا للسيدة هدير صلاح، نجلة اللواء صلاح حمودة
وهو أصغر الضباط الأحرار، أصغر الضباط الأحرار سنا، معظمهم طبعا توفاهم الله، لكن موجود معانا هدير ابنة اللواء صلاح حمودة أصغر أعضاء الثورة، واللي هتكلمنا عن الجوانب الاجتماعية لهذه الثورة وعن ذكرياتها مع والدها وعن ذكرياتها مع الثورة والتحول اللي حصل للبيت ده كرمز للبيوت المصرية كلها ما قبل وما بعد الثورة. كمان بنشرف جدا بأن احنا هيصاحبنا طوال الحلقة فرقة الجيزة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سيد رمضان، واللي بنرحب بيهم. أهلا بيكم معانا، وكل عام وانتم طيبين وبخير يا رب، ودايما احتفالاتنا الوطنية كده مالية السمع والبصر. ونستمع كده لأغنية كبداية نحمس بيها السادة المشاهدين احتفالا بثورة يوليو المجيدة. اتفضلوا. سفينة أغلى أمانة.
ليكم جميل.